كشفت الفنانة الشعبية فاطمة الزهراء المعروفة بلقب الشيخة تراكس حقيقة شريط الفيديو الذي ظهرت فيه وهي تغير ملابسها في غرفة بحضور رجل، والذي أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بداية الأسبوع الجاري. ونشرت تراكس تدوين عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدة أنها ليست هي التي ظهرت في الشريط، مضيفة أنها كانت تتواجد بمدينة العيون جنوب المملكة خلال الأيام الماضية للاحتفاء بالزي الصحراوي المحفى. وحذرت الفنانة الشعبية كل من يسيء لها ولسمعتها، مهددة بالمتابعة القضائية في حق كل من يعمد إلى التشهير بالفضائح المنسوبة لها. وتجدر الإشارة إلى أن الشيخة تراكس كانت قد أثارت ضجة كبيرة قبل شهرين، وذلك إثر وقوعها ضحية مقلب مجموعة شباب عمدوا إلى التخفي في مظهر خليجيين وقاموا بإهانتها في بث فيسبوك مباشر، ما جعلها تلجأ إلى القضاء قبل أن تتنازل عن الدعوة. شارك في القناة وانضم لفريق عمل رشيد حباشو. للانضمام لفريق رشيد عمل حباشو يرجى إرسال طلب انضمام لرقم الواتساب الذي تشاهده على الشاشة. لانضمامك لفريق رشيد عمل حباشو، أول شبكة عالمية لخبراء الأحجار الكريمة، فإنك تستفيد بالمجان من استشارات في الأحجار الكريمة، فحص دوري مجاني في مختبر الأحجار الكريمة، ودورات تكوينية في مجال الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى زيارات ميدانية عبر العالم لمعارض الأحجار الكريمة.